السلام عليكم، معاكم مركز عبد الحماد للصيانه، صيانه غسالات الملابس وغسالات الاطباق. النهارده هنشرح معاكم غسالات الاطباق الزانوس اللي هي بيسموها 14 فرد او 15 فرد، بس هي الموديل بتاعها 212 معروفه في شركه زانوس. هي ببقره واثنين ضاغط او اثنين مفتاح 6 ضغط. تمام، اول حاجه خالص هي بتبقى عليها تبقى على الاوف، بتبقى مقفوله، تبقى فاصله باور خالص. احنا بنيجي نبدا نشتغل على اي برنامج من الخمسه اللي احنا عايزينه. عندنا اول برنامج خالص برنامج 70 درجه حراره، ده شديد الاتساخ اللي دهونها عاليه. المواعين عندنا مثلا بتاعه الغداء اللي هي انت طبخه فيها ودهونها عاليه شويه بنظبطها على 70. ال 65 اقل منها دهون، بتستخدم 65 درجه حراره، بتستخدم معاك كوبايات شويه للسحب لدرجه الحراره ديت. بعد كده البرنامج الثالث ده درجة حرارته 65 بردك، بس نص ساعة، وقته كله بيخلص غسيله وشطفه كله في نص ساعة. ده اقتصادي درجة حرارة 50 بس أطول وقت برنامج، يعني ممكن يخش له ساعتين وحاجة، ساعتين وثلث، ساعتين وربع، أطول من 70. هو بيعوض درجة الحرارة الأقل في وقت أكتر عشان ينظف المواعين وينظف الغسيل بتاعت الغسالة. البرنامج ده برنامج شطفي بس، انا بظبطه او بعمله لما يكون عندي مواعين اوريدي نظيفه انا هحط فيها اكل ولا حاجه بس عايز اشطفها، او ممكن اعملها قبل ما اغسل خالص، يعني اعمل دوره شطف كده بسيطه وبعد كده اغسل على دوره بعد ما بخلص خالص، اغسل على دوره من الدورات اللي انا عايزها دي، ممكن كده وممكن كده. خلاص، في عندك هنا اول ما بنور خالص الباور، اول ما اخترت برنامج الباور عندك بنور، والزرار دي لمبة الملح. هنوريكم في فيديو تاني ازاي تحطوا الملح والزيت لما يكون فاضي او منورت كده، تحط الملح والزيت ازاي. دي الستوب، دي لمبة الستوب، لما البرنامج خالص يخلص معانا دي بتنور معانا كده ان هي خلصت ستوب، خلصت غسيل. اول ما دوست كده ده ستارت، بداية التشغيل، خلاص الغسالة كده بدأت تشغيل، الغسالة كده منورة وشغالة. طب لما تيجي تخلص خالص تعمل النهاية دي بتقفل، ودي اللي بتنور اللي هي علامة الستوب، لمبة الستوب. دوت زرار اسمه زرار الديلي. الديلي دوت هو بيأخر برنامج الغسيل هنا في الغسالة دي 3 ساعات. بعض الغسالات التانية ممكن يعمل معاكي ساعة وممكن يعمل 2 على حسب ما أنت تختاري، بس في الغسالة دي لما تدوسي عليه طبعا قبل ما أختار البرنامج بينور معايا. أنا دلوقتي هعمل كنسل، لما حد يحب يعمل كنسل في الغسالة ديت بيدوس على الستارت 10 ثواني أو 7 ثواني ولا حاجة يعمل كنسل البرنامج اللي فيها. فأنا عايز أظبط الدري، دوست على الدري وبعد كده دوست على الستارت. الغسالة مش هتشتغل إلا بعد 3 ساعات. أو بعض برامج الغسالات التانية إن هي بتاخد 3 ساعات بالفصل الوقت بتاعها بالتشغيل، يعني هي تستنى مثلا ساعة عشان برنامج ساعتين، فهي تستنى ساعة وبعد كده تبدأ تشتغل الساعتين البرنامج، يعني بعد 3 ساعات هتخلص او بعد 4 ساعات هتخلص على حسب ما بتظبطي زرار الديلي. تمام كده، بدك هنكنسل، كنسلنا البرنامج وكنسلنا الديلي كده بنقفل. طيب انا بحط المواعين ازاي الاول؟ انا يمكن معيش مواعين كتير بس انا بحط المواعين عكس السنون دي، السنون دي جايه كده، انا بحط المواعين عكسها علشان الرشاش يضغط ميه، تيجي ميه في الرشاش هنا تنزل المواعين منه. طب انا لو حطيت المواعين كلها لازقه في بعض كده المواعين اللي عندك هتطلع مش نظيفه، لازم اخلي فراغ الميه بتاع الرشاش تتخلل فيها وتنزل الدهون وتنزل المواعين من الكوبايات والازق والاطباق. طب الكوبايه عليها زي الكوبايه نفس الموضوع كده تحت او فوق، او هنعملهم جنب بعض. خلاص، عشان تقدري تحافظي على نظافة المواعين بتاعتك وتقدري تحافظي على الغسالة بتاعتك لازم يكون فرق كده شوية بين الكوباية والتانية، لازم يكون بين الشبك علشان يتمسك الكوباية، لازم نسيب فراغ بين الطبق والتاني علشان الرشاش المية بتاعته الضغط بتاعه يجي على المواعين وننزل كل الرواسب اللي فيه. أهم حاجة واحنا شغالين أو واحنا بنحط المواعين بتاعنا إن الرشاش دي تكون سالكة، تكون خفيفة، ما يكونش فيها أي حاجة تعوقها رشاش، عشان تلاقي في جزء عندنا بينضف وجزء لا عشان الرشاش ما يلفش الاخر. ونفس الموضوع مع السله، انا لما اجي احط المعالق والشوك والسكاكين الصغيره ولا حاجه ما اخليهاش تيجي جنب الرشاش العلوي ده خالص، اخلي الرشاش العلوي ده سايب وحاضر خالص، لانه هو بيشتغل بقوه دفع الميه، الميه تخش بيدفع فيه فتشتغل قوه دفع الميه.